الخير متابعينا ومشاهدينا الأكارم أينما كنتم، ونحن دائما نقول أهلا ومرحبا بكم في عيادة مستشارك الطبي، وحيا الله كل من يتابعنا. الحقيقة هنالك وسيلة لإجراء جراحات متعددة تتم من خلال جرحين صغيرين، كل جرح يبلغ طوله حوالي سنتيمتر أو نصف سنتيمتر، وتتم من خلال إحداهما إدخال كاميرا صغيرة طبعا حتى يمكن مشاهدة ما في داخل ذلك العضو المصاب، ومن خلال شاشة تلفزيونية يتم المعاينة، وبعد ذلك من خلال فتحة أخرى يتم إدخال آلات جراحية رفيعة. طبعا أثناء هذه الجراحة يتم ملء المنطقة بمحلول طبي معين ومعقم حتى يتم أو مساعدة في مشاهدة الإصابة، وتستخدم طبعا هذه الطرق في التشخيص والعلاج. طبعا بالتأكيد كل من يعني استمع هذا المفهوم يعرف بالتالي أنه إحنا نتحدث عن جراحة المنظار. جراحة المنظار لكن هي واسعة الحقيقة، وهي تشمل كثير من الحالات المرضية، ليس في يعني اختصاص معين، ولكن حتى في مجالات باطنية يعني عظمية أو مفاصل وهكذا. احنا اليوم تحديدا رح ناخذها في مجال الاصابات الرياضه، وهذا هو كان اختيار ضيفنا لهذا اليوم الدكتور اسعد احمد، وهو استشاري جراحه العظام والمفاصل واخصائي او اختصاص في جراحه الكتف والركبه والاصابات الرياضيه، وهو حاصل على شهاده الزماله في جراحه الكتف والركبه والطب الرياضي من مركز جراحه المفاصل والطب الرياضي الالماني هانوفر، وحاصل على شهاده الزماله في جراحه الكتف والمرفق من مراكز الالمانيه، وايضا حاصل على شهاده الاختصاص العالي في جراحة العظام والمفاصل من الجامعة الأردنية، وهو أيضا حاصل على شهادة البورد الأردني في جراحة العظام والمفاصل، وعضو في جمعية جراحة المفاصل وجراحة المنظار الألمانية آغا، وهو عضو في جمعية جراحة الكسور العالمية AO، وأيضا عضو في اللجنة العلمية لجمعية جراحي العظام الأردنية منذ العام 2012 حتى العام 2014. فرحبوا معي بدكتور أسعد، حياك الله. وسهلا، كيف الحال؟ شكرا على التقديم. أبدا، أنت رح تتولى المهمة، راح اسلمك الرايه بعد ما لي علاقه. ان شاء الله ان شاء الله. ادري انت جايب لي السي في، لو يعني جايب لي شهاده دكتوراه كامله اشرحها عليك. انا قلت لك يعني كارت صغير توضح لي به اختصاصك، فما شاء الله عليك. ان شاء الله دائما بالتوفيق. احنا دائما باتجاه التخصص الفرعي. الدقيق. بناكد على هذا الموضوع. جميل. الجراحات في تقدم، فلا بد من تخصيص الاختصاص الفرعي، كل يعني كل طبيب يقوم باختصاص مجال ما يوسع عشان يتقنه. جميل جدا. طيب انت اليوم يعني تحديدا الاصابات الرياضيه، اولا لماذا الاصابات الرياضيه وما هي الاصابات الرياضيه، وهل تحدث فقط للرياضيين او في ممارسه الرياضه؟ ثلاث اسئله جاوبني عليها. نعم. الاصابات الرياضيه هي الاصابات كتعريف التي تحدث اثناء ممارسه الرياضه او في نشاطات مشابهه للنشاطات الرياضيه، فممكن يكون لاعب اللي بصير عنده اصابه، ممكن يكون شخص عادي مثلا اثناء سقوط عن الدرج، التواء المفصل، هاي الحركه هي مشابهه للاصابات الرياضيه، اذا هو الاصابه الرياضيه ليست حكرا فقط على الرياضيين، لكن طبيعه الاصابه تحدث بشكل اكبر عند الرياضيين، ولهذا اطلق هذا المصطلح. جميل. هي ليست محدده بالرياضيين. طيب ما هي اذا الاصابات بشكل عام، اصابات الرياضيه بشكل عام تحديدا، يعني في مناطق معينه في الجسم هي يعني تحدث فيها اكثر من غيرها مثلا؟ لا شك يعني هي من ناحيه المفاصل، ممكن مفصل كاحل شائع جدا الاصابه، الركبة، الكتف، أحيانا إصابات الدماغ، أحيانا الكسور، كلها هي إصابات رياضية. أي شيء هيكلي يعني تقريبا؟ يعني حبينا نخصص اليوم لإصابات الركبة، لأنه الإصابات الركبة هي شائعة جدا وبتهم شريحة أكبر من المجتمع، لأنه ليس فقط عند الرياضيين. واضح الطريق جدا. نعم. طيب في اي رياضات تكثر؟ في العاده المعروف انه في الفوتبول دائما هي مشهوره باصابات الركبه. صحيح. في رياضات اخرى مثلا؟ نعم، ممكن كره السله، كره اي شيء في قفز وتويست دوران. التزلج حقيقه كمان، كره القدم الامريكيه هذه عنيفه فيها اصابات. نعم، مشكله، هاي لحالها مشكله من امريكا. نعم. طيب الكثير يسال يعني يقول، او سؤال يطرح نفسه، انه هل الرنين المغناطيسي قد يغني عن المنظار في حالات معينة؟ في جانب تشخيص طبعا. سؤال واسع لا شك. الآن في الركبة مختلف عن الكتف. مثلا الكتف جراح الرنين المغناطيسي لا يغني عن جراحة المنظار، يعني كثير من الحالات المرضية احنا لما نجري عمليات بالمنظار بنشخصها ما كانت ظاهرة بالرنين المغناطيسي. في الركبة لا، حساسية صورة الرنين لتشخيص الحالات المرضية للركبة عالية، يعني قد تصل الى 90 او 95%، بمعنى اخر قليل جدا ان نجري عمليه تنظير تشخيصي للركبه. غالبا احنا نجري عمليه عارفين ايش بدنا نعمل، لان في حالات خاصه لا شك
لا تظهر الإصابة في صورة الرنين. أنا عندي أمثلة، يعني في عندي لاعب عالجته، عملت له عملية لزراعة الرباط المصالب وما كان ظاهر إصابة في الغضروف الهلالي، لكن في بالرنين، لكن في العملية وجدنا نعم أنه في عنده إصابة قوية في الغضروف الهلالي. إذا هو يغني أحيانا أو غالبا عن المنظار التشخيصي اللي قليل بنعمله، لكن في بعض الحالات نعم قد تصل 5 إلى 10% لا تظهر طبيعة الإصابة. هي الفكرة طبعا للتشخيص فقط وليس العلاج، بينما الناظر نعم علاج وتشخيص، تشخيص دقيق وعلاج وعلاج في وقت واحد. طيب الآن الإصابات الرياضية للركبة، يعني أين تحديدا المناطق اللي تحدث في الرباط؟ نعم في هو يعني حقيقة أنا جبت موديل نذكر بجوز شرحنا سابقا في موضوع احتكاك الركبة، لكن من هون نشرح طريقة مختلفة اللي لها علاقة في موضوعنا. يعني المفصل الركبة في الأربطة وفي الغضاريف، تمام، في غضروف السطح المفصلي وفي الغضروف اللي اسمه الغضروف الهلالي، وفي الأربطة الجانبية الرباط الجانبي الداخلي الأنسي والرباط الجانبي الوحشي. والآن في داخل المفصل في رباطين مهمين اللي هو الرباط المتصالب الأمامي والرباط المتصالب الخلفي. هاي كتعريف بس إيش الأربطة الموجودة. طبعا في عندنا مفصل الرضفي، هذا رح نحكي عنه إن شاء الله إذا وفر لنا وقت، اللي هو الصابونة اللي هو عرضة أحيانا للخلع. الآن من أكثر إصابات الركبة شيوعا وهي أكثر عملياتنا حقيقة بالمنظار اللي هو إصابات الغضروف الهلالي، تمزق الغضروف الهلالي. الآن الغضروف الهلالي هو جزء مهم من مفصل الركبة. الآن في صورة أنا عرضتها رقم واحد إذا بعرضنا إياها. نعم الآن كنترول معنا إذا نعم. كان عندي صورة رقم واحد. الآن الغضروف الهلالي هو موجود، هو عبارة عن نسيج غضروفي ليفي موجود في داخل المفصل إذا بتشوفه هون بالصورة. نعم الآن هو بيعمل على توزيع الضغط على السطح المفصلي، إذن له دور مهم جدا في تخفيف الإجهاد على السطح المفصلي. إذا بتلاحظ بالصورة هون على اليسار، هذا اللي باللون الأخضر هو هذا يعني تشبيه للغضروف الهلالي. إذا بتلاحظ يوزع الضغط على السطح المفصلي، إذا بتلاحظ الأسهم الآن هون على إيدك اليمين، إذا بتلاحظ الصورة الضغط يعني بالتساوي أو متوزع على السطح المفصلي بوجود الغضروف، لكن الصورة اللي على اليمين أكثر إذا بتلاحظ يعني بعدم وجود الغضروف يؤدي إلى إجهاد في منطقة معينة من المفصل، وهذا الحكي يسرع في احتكاك المفصل. سوفان هو يؤدي لسوفان أيضا؟ نعم سوفان مفصل؟ نعم اللي هو احتكاك أو خشونة أو سوفان، ولهذا هو جزء مهم. وهلا لما نيجي نحكي عن علاج تمزق الغضروف رح نحكي عن أهميته كيف الحفاظ عليه وخاصة عند فئة الشباب. تمام. نعم. طيب. الآن إذا بعرض لنا صورة 2 رح نحكي شوي عن الغضروف الهلالي. إذا بتلاحظي هون بالصورة 2 الغضروف الهلالي هو أجزاء، يعني الجزء الخارجي أو إحنا بنقسمه يعني مجازا إلى أجزاء. الثلث الأخير اللي هو الثلث الأحمر اللي مبين، والثلث الداخلي الثلث الأبيض، وبيناتهم في تداخل ما بين اللونين. تمام. اللي هو هذا الأحمر اللي هو في دم، بمعنى آخر إذا صارت إصابة في هذا الجزء بنقدر نخيطها بتلحم لأنه فيها دم. جميل. يعني إلها قدرة على الشفاء، تغذية دموية. نعم. نعم. الآن الإصابة للداخل في الزون الأبيض بنسميه ما فيها دم، ولهذا إذا صارت إصابة لو خيطناها ما بتلحم. وهذا معرفة هذا الشيء حقيقة كمبادئ ومفاهيم مهمة في قرار علاج إصابات الغضروف. يعني أين تكمن بالتحديدا الإصابة أو الجرح أو الكدمة. الآن يعني أنا رح أعرض الصورة رقم 3. إذا بتلاحظي بهاي الصورة يعني موجود أنواع إصابة الغضروف. في عنا إصابة في الجزء الأخير اللي هي الطولية بنسميها أو العمودية، في عنا إصابة في الجزء الداخلي مثل بنسميها يد الحقيبة، في تمزق هوريزنتال يعني أفقي، وفي عنا تمزق قطري. نعم. ففي أنواع حقيقة مختلفة، وبناء على هذا النوع الإصابة ومكان الإصابة بحدد قرار علاجنا، هل نعمل خياطة للغضروف ولا إزالة للجزء المتبقى. طب وإذا كان مثل هذه الحالة يعني يعني قطري كامل من الطبقة الحمراء إلى البيضاء؟ نعم البيضة. هون لا يمكن إصلاحها لأنه في الجزء الداخلي صعب التئامها، ما في دم، ولهذا بنعمل على إعادة تشكيل الغضروف بطريقة نحافظ على أكبر جزء ممكن. يعني ترقيق مثلا؟ بنشيل الجزء المتمزق بطريقة نحافظ على على شكل الغضروف الهلالي. بطريقة انسيابية. نعم. جميل نعم. جدا. نعم. طيب صورة معنا أخرى؟ لا ما في صورة، بس إذا نحكي عن الأعراض. طيب. تمزق جميل. الغضروف. يعني هو أكثر عملياتنا حقيقة الآن نجريها بالمنظار للركبة هي لمعالجة تمزق الغضروف الهلالي. الآن الإصابة عادة بتصير في أغلب الأحيان عند الرياضيين بحركة دورانية.
التفافية. في العادة هي اسمها حركة غير فسيولوجية. نعم. يعني غير قابل على أداها المفصل. خارج المدى الوظيفي. مدى المسار الحركي للمفصل. يعني حركة دورانية. تفرك الغضروف بتؤدي إلى التمزق. الآن في إصابات الغضروف أحيانا إحنا بنفرق بين إصابة غضروف ولا إصابة رباط في الركبة. أحيانا من لما نسمع للمريض أو لللاعب. لما بتصير إصابة الغضروف عادة طبعا حسب شدة الإصابة ممكن أنه يستطيع يكمل لعب، يشعر ألم بسيط يكمل لعب وبعدين يزيد الألم تدريجيا. طب وبعدين يتفاقم الإصابة بهاي الحالة وبعدين بعد ساعات يصير تورم مفصلي ممكن ثاني يوم أحيانا. طبعا بتعتمد حسب شدة الإصابة هل هي منفردة ولا معها إصابات أخرى. الآن على العكس مثلا إصابات الرباط اللاعب لا يستطيع إكمال اللعب مباشرة، ألم شديد تورم حتى ما بيقدر يمشي عليها. واضح؟ فهي الطريقة احنا من خلالها تعرف الآن نوع الإصابة. المريض اللي عنده تمزق في الغضروف عادة بيعاني من ألم. إذا كان الغضروف الهلالي الأنسي بيكون ألمه في الواجهة الداخلية للمفصل. إذا كان الخارجي وحشي. أو الوحشي خارجي. ألمه في الواجهة الخارجية. الآن نفس هاي الألام احنا ممكن إنه بالفحص السريري نوجدها للمريض. كيف يعني؟ في فحص معين إذا تألم المريض أثناء الفحص معناته غالبا هو عنده إصابة في الغضروف الهلالي. واضح؟ الآن هو عادة المرض بيشتكي أنه من ألم، أحيانا ارتشاح مفصلي متكرر، أحيانا ما بيقدر يثني الركبة بشكل كامل يعني الصلاة لأنه الألم بيزيد في نهايات الحركة. فبهاي الطريقة احنا عادة بنشخص من الكلام، نسمع شكوى المريض وموجودات الفحص السريري. كثير حالات دكتور يمكن يكون يعني خلل العلاج سوء في تشخيص الحالة 100%. نعم. وانت اشرت لي انه يعني تعانون انتم كأطباء اخصائي في هذا المجال عندما يأتي مريض انه بشافون تم علاجه بشكل خاطئ كون تشخيصه مو صحيح. نعم. ولهذا التشخيص مهم، يبدأ ان نسمع للمريض بشكل صحيح او اللاعب المصاب، الفحص السريري الدقيق، وأيضا ممكن أنه نأكد تشخيصنا السريري بإجراء صورة الرنين المغناطيسي اللي بتظهر أكثر طبيعة التمزق. بالعكس هي ضرورة حقيقة حتى في قرارنا للعلاج. بجوز هنا أنا عرض صورة أربعة إذا بيعرض لنا إياها الأستاذ كنترول. نعم. إذا أمكن أني صورة أربعة. أيوة. شوفي هون صورة رنين الآن. نعم مش موجود. هاي صورة الرنين. الآن صورة الرنين تظهر، شوفي هذا السهم على الخط الأبيض، المثلث الأسود هو مقطع عرضي للغضروف الهلالي، القرن الخلفي للغضروف الهلالي. إذا تلاحظ الخط الأبيض اللي بيقطعه اللي عليه السهم هذا تمزق. إذا إحنا عرفنا من خلال صورة الرنين ليس فقط إنه في تمزق وإنما طبيعة التمزق ومكانه، وبالتالي هذا بيساعدنا على اتخاذ القرار إنه هل نعمل عملية خياطة الغضروف ولا إزالة الجزء المتمزق. طبعا هذا مهم جدا قبل العملية. ليش؟ لأنه يعني من نواحي التشخيص قبل القرار بالعلاج أو اتخاذ العلاج. ليس فقط ناحية تشخيصية وإنما انه نهيئ المريض نفسيا ايش التأهيل اللي بعد العملية، لانه في فرق كبير بالتأهيل ما بين ازالة الغضروف واصلاحه. بمعنى اخر، هلا اذا بدنا نعمل خياطة الغضروف تعرف هاي خيوط بده وقت لما يلحم الغضروف، خلال هاي الفترة المريض بده يستخدم عكازات ممكن تصل من 6 الى 8 اسابيع، في جهاز اسناد خارجي للمفصل مش مسموح له يثني بشكل كامل، في برنامج يعني درجات الثني. الآن هذا برنامج طبعا تأهيل بده يكتمل، ممكن انه ما يرجع اللاعب انه يرجع يمارس الرياضة قبل 4 إلى 6 شهور. بينما بالمقابل في عمليات إزالة الغضروف عملية سريعة جدا 10 دقائق الشفاء منها سريع. هلا انا بدي بس اعلق على موضوع اصلاح الغضروف. احنا الآن في تقنيات حقيقة حديثة اللي هي زادت من نسبة نجاح العمليات. زمان كان العمليات نسبة نجاحها 70% لإصلاح الغضروف حتى بالحالات المثلى.